طيب خلينا نرجع لأحفاد قابيل ونتكلم بـ بـ يعني باستفاضه عنه. كلمنا اكتر عن الكتاب. احنا زي ما قلنا ان انت عامل جامع ما بين ثورات الربيع العربي، ليبيا، مصر، سوريا. وسوريا. ابتديتها منين؟ يعني الكتاب بيقول ايه وبتناقش فيه ايه؟ وايه اللي انت عايز توصله من الكتاب ده برضه؟ طبعا الحدث في مصر وفي سوريا وفي ليبيا، وخصوصا في سوريا وفي ليبيا خلال الخمس سنين اللي فاتوا، وده خلانا اظهر عيوب كبيره جدا داخل مجتمعاتنا لازم نحط ايدينا عليها. العنصر الطائفي اللي احنا اتكلمنا فيه ده، ده عنصر مؤثر جدا في الصراعات اللي موجوده عموما في منطقه سوريا والعراق ولبنان و في المنطقه دي عموما، وعنصر النزعه الدينيه ده عنصر موجود بشكل كبير جدا في ليبيا. الروايه هي تظهر هذه النزعات وبتقول احنا وصلنا لغايه فين، بس بشكل انساني وبشكل ادبي. يمكن انت كنت موضوعي جدا في ان انت اتكلمت عن ان الانشقاقات دي والخلافات دي هي نابعه من داخلنا. بالحقيقة يعني الكل لما يجي يتكلم، معظم الناس لما تيجي تتكلم تقول لك ده امريكا، ده نظام عالمي، دول عايزين يقسموا الدول العربيه. ده ما كانش هيحصل الا لو احنا جوانا انشقاقات وجوانا خلافات هم يقدروا يستثمروها ويوظفوها ويلعبوا عليها. حقيقي هو الثابت ان في مؤامرات بتحصل، الثابت عموما ان الوطن العربي طبيعي بطبيعه الحال ممكن يكون بيستهدف بمؤامرات برغبه من اطراف معينه ان احنا يبقى دي مناطق نفوذنا، المنطقه العربيه، منطقه كلها ثورات بطبيعه الحال، فده ثابت، ده على طول بيحصل. لكن الشعب يؤيد ده ولا ما يؤيدوش، الشعب يستجيب لده ولا ما يستجيبلوش، ده الاختلاف وده اللي شاهدناه. الثورات اظهرت هذه الفروق واظهرت ان احنا عندنا مشاكل كبيره جدا لازم نحط ايدينا عليها. المشكله الطائفيه هي الاساس في اللي بيحصل، والنزعه الدينيه هي الاساس في اللي بيحصل. يعني لنا ان نتخيل مثلا لو شلنا عنصر الاخوان المسلمين من اللعبه السياسيه في كل اللي حصل في الفتره اللي فاتت، او التيارات الاسلاميه على اطلاقها طول الفتره اللي فاتت، لو شلناها من هذا الصراع، من هذا الحدث، كان الوضع هيبقى عامل ازاي لو تحدثنا سياسه فقط؟ طب انا ممكن اسالك سؤال في المطلق. اتفضلي. ايه اللي يخلي ابناء شعب واحد متربيين مع بعض، خارجين مع بعض، تعليم تقريبا واحد، ينشقوا بالشكل ده؟ يبقى كل واحد له فكره، كل واحد وتربيه، كل واحد، لا طبعا كل واحد له تربيه، كل واحد له ثقافه. احنا بنتكلم عن تقريبا دين واحد، بنتكلم تقريبا عن ثقافه عربيه واحده، مع ان في الخارج بتبقى ثقافات متعدده وبتبقى بلاد مختلفه وبتبقى اديان مختلفه، اللي احنا وفي بينهم الفه وفي بينهم مشروع مشترك. بالظبط اللي احنا شفناه بعينينا، يعني احنا شفنا جزء من ده، شفنا تيار الاخوان المسلمين لما وصل للحكم كان بيتعامل ازاي وكان بيعمل ايه، ان تيار بيتعامل على انه هو بس الصح وبقيه والاخرين كلهم على خطا. يعني هي الفكره مش فكره الدوله وتتعامل ازاي مع الاطراف الاخرى، لا، فكره الجماعات هذه الجماعات. وانا اقصد ليه في اطراف اخرى، يعني ليه في اكتر من طرف؟ احنا بنتكلم ان احنا كلنا يعني في حاجات كتيره جدا مشتركه ما بيننا، عشان كمان نفسياتنا ضعيفه من جوه، فالناس الخارجيه هم بيحاولوا ودي رؤيتنا زي ما بنقول بيصطادوا في الملاكه. بالظبط، لا ودي رؤيتنا احنا، يعني احنا عموما المعتدل هو ينظر للاخر نظره مشتركه. يعني نبحث عن المشترك ما بيننا وبنعمل عليه وبنبني عليه، لكن رؤيه الاطراف المتشدده عموما في اي دين، سواء يعني في اي طرف في الدين الاسلامي مثلا لو شيعة او سنه، رؤيه الطرف المتشدد هو يرى انه هو الصح والاطراف الاخرى كلها على خطا. فالثورات اظهرت ده، واظهرت ده بشكل مسلح. لو كان في جماعه او كان في طرف بدا يمسك السلاح، هنا يبدا انهيار الدوله تماما. واللي شايفينه في سوريا دلوقتي واللي شايفينه في ليبيا دلوقتي هي مظاهر لهذا الانهيار. اللي بيحصل دلوقتي ان اطراف خارجيه، القرار في سوريا والقرار في ليبيا بيحصل من خلال دلوقتي من خلال اطراف دوليه ومؤتمرات دوليه. قرار الدوله الليبيه ليس بيدها بشكل كامل، وقرار الدوله السوريه ليس بيدها بشكل كامل. حتى القرار لما بيتم اتخاذه من الخارج بيبقى من المستحيل تقريبا تنفيذه في الداخل. يمكن احنا بنبعد عن الروايه برضو، الروايه بتتناول كل ده من منظور ادبي ومن منظور انساني. احنا بنحط ايدينا شويه هنا، بحط ايديا، حاولت ان انا احط ايديا على الفروق دي اللي موجوده داخل الـ الشعوب واللي ادت لهذا الصراع بشكل كبير جدا. يعني بنقول لا، ان العيب موجود فينا، ان احنا لابد ان احنا نوقف هذه او نتخلص تماما من هذه الفروق الكبيره اللي ما بيننا، وان نوجد
أرضية مشتركة للتعايش مع بعض.